الرزق الحلال وما أقله وأصعبه في زمن الفساد، ولكن الباحث عنه يجده، ومعه الرضا عن النفس وكرامة الذات. أم زمن، امرأة كلقبها أدهشت أهل البصرة باختيارها مهنة العمل سائقة سيارة أجرة لتأمين لقمة العيش الكريمة. أنا طبعاً من بداية 2016 بدأت مشوار عندي، يعني هاي بالبداية أنا من أتعلم السياقة، بالبداية ما كان ببالي إني أنا أكون سائقة أو سائقة تاكسي أو أودي طالبات أو أودي طلبيات أو أودي ناس، ما كانت ببالي هاي الفكرة. بس من بدأ دوام الطالبات، بنات أختي مدرسة فأنا أوصلهم عن طريق بنات أختي وعن طريق جيراننا، قالوا إذا نطيت كروة بس توديين بناتنا. من وحدة لوحدة كونت لي خط، بعدين كونت لي خط ثاني طالبات، بعدين عدت خطوط. لم تنل مهنة أم زمن قبول المجتمع البصري فحسب، بل حظيت باحترام الجميع وإعجابهم بنضال المرأة العراقية لإعالة بيتها ودخولها غمار الحياة بما يتناسب مع عفتها وحفاظها على كرامة أبنائها من ذل السؤال والحاجة. يعني أنا المجتمع تقبلني من أول يوم، من أول خط، من أول تاكسي، من أول مرة أخذتها، من أول بنات أخذتهم، من أول طلاب صغار أخذتهم، تقبلني المجتمع بشكل مو طبيعي. فيعني كمندوبة وكسائقة خدمة توصيل وكمندوبة وكسائقة تاكسي، بالعكس الكل يعني هسه مثل وحدة عندها طلبية تقول لي أم زمن أريد شيء توصليها، لأن أهل البنية ما يقبلون ولد يودي لهذا، أقول لها إيه أوكي. فالعالم قامت تتقبلني وقامت تطلبني أكثر من قبل. ترى أم زمن أن عملها سائقة أجرة لا ينقص من قدرها، فمثلها الكثير من النساء العراقيات اللواتي يعملن في مختلف مجالات الحياة لإعالة ذويهن، وخصوصا إن كن أرامل فقدن المعيل. هي المرأة أساس المجتمع، وإذا ما عندها أحد يعيلها فاعتيادي أي شغلة تشتغلها، والشغل مو عيب. كانت سائقة وكانت قبل بالشوارع، كناسات بالشوارع، هذا الشيء مو عيب ما دام تشتغل بشرف وما تمد يدها لأحد. بالعكس ما أشوف أي شيء، والمرأة تقدر تسوي اللي ببالها، يعني إذا عندها طموح وعندها أمل إنها توصل للطموح مالتها تستمر ولا توقف مهما كانت العوائق. وقلت لك يعني بالبداية إذا ما عندها معيل فتشوف لها أي شغلة تعيلها. مهنة أم زمن تكشف أيضاً عن جانب مأساوي من الناحية الاقتصادية للمجتمع العراقي، حيث أجبرت النساء على تحمل متاعب الحياة ومصاعبها حينما غابت رعاية الدولة.